بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. في حوارنا ليلة أمس سألني الأخ أحمد جلال فقال: ما هو رأيكم بالإيمان عند بعض الناس وأنا منهم بوساطة أهل البيت عند رب العالمين، مثل قضاء الحوائج، مثل ذلك باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر؟ هل تعتقد فعلا ذلك عندما أطلب حاجة ما وأتوسل به هل يلبي طلبي هو؟ وكذلك الأخ سجات الغميس قال تعقيبا على ما قلتم عن باب الحوائج موسى بن جعفر في الكثير من الأفلام الوثائقية الرصينة، ومنها قصة الإله الهندوسي، يحدث عندهم معجزات وآلهتهم أكثر من مليار إله. وكذلك المسيحيين يتوسلون بروح القدس وتحدث الكثير من المعاجز، وكذلك آل البيت. فأنا شخصيا أعرف أحد أقاربي توسل بموسى الكاظم عليه السلام فحدث لها إعجاز طبي، فلماذا تنكروه حضرتكم وأنتم منهجكم عقلاني وتقولون لا يوجد في القرآن؟ الحقيقة يعني هذا الموضوع، هذه الظاهرة العالمية الموجودة لدى جميع الأديان والمذاهب، يعني في لدى أتباع الأديان والمذاهب، حتى الهندوس كما يقول الأخ، الهندوس والبوذيين وحتى من غير من الملحدين أيضا أحيانا يستخدمون طرق للعلاج غير الطرق الطبيعية الطبية مثلا أو النفسية. ظاهرة موجودة فعلا واقعا، عندما إنسان يستمع إلى القصص المختلفة يكاد يصدق بأن هذه الظاهرة موجودة. ولكن أولا لنتعرف على الموقف الشرعي من هذه الظاهرة، هل هذه الظاهرة يقرها القرآن الكريم، يؤيدها، يبيحها، أم يعتبرها شركا بالله تعالى؟ وثم أي درجة من الشرك؟ شرك أكبر مخرج من الملة، أو شرك مثلا، الشرك درجات كما تعرفون، والإيمان درجات، والنفاق درجات في الإسلام. الرياء مثلا، الرياء شرك بالله، إنسان يصلي الله أكبر وعينه على واحد معين حتى يشوفه، هذا شرك بالله. ولكن هل هذا يخرج من الملة يصير إنسان كافر مشرك؟ وهذا ما قال به الوهابيون، اعتبروا مجرد الدعاء أو التوسل بالأئمة والأنبياء أو شيء من القبيل بالقبور هذا شرك مخرج من الملة، أصبح كافر. والنتيجة لأن هذه الظاهرة كانت موجودة ولا تزال في مختلف البلاد الإسلامية ومختلف المذاهب، ولا تقتصر على الشيعة، لدى الصوفية ولدى غير الصوفية، ومنتشرة في المغرب إلى أفريقيا إلى الهند إلى باكستان إلى كل الدول. فاعتبروا الأمة الإسلامية كلها مشركة وكلها كافرة كلها مرتدة، وما يوجد من المسلمين إلا هم فقط الموحدون، فنطلقون على أنفسهم اسم الموحدون. نحن لا نريد أن نكفر الناس مثل الوهابية، ولكن نقول هل هذا مثلا يعتبر عمل عبادة وعمل جائز شرعا، أو لا هو أيضا شرك، نوع من الشرك بالله تعالى، وإن كان بشبهة وإن كان بلفافة وإن كان بكذا. وبالتالي يعني يستحسن أو يجب على المسلم أن يتجنب الإيمان بهذه القصص والظواهر أو اللجوء إلى قبور الأولياء. وهل الأولياء والصالحون والأئمة المكفين اللي كانوا في حياتهم مثلا يعجزون عن الاتيان بمعاجز ولم يأتوا بأي معجزة، بعد وفاتهم بعد ماتهم يكونوا قادرين على شفاء الناس وقضاء حوائجهم وحل مشاكلهم مثلا، هل هذا معقول؟ هل أرواحهم ما عندها شغل في الآخر إلا ملاحقة استجابة الدعوات من الناس بالملايين يجون يزوروهم مثلا وكلهم يشافوهم ويعافوهم ويحلون مشاكلهم؟ هذه ظاهرة موجودة، موجودة عندنا في العراق، موجودة في بلاد كثيرة يعني. وبعدين ماذا يدل ذلك
على أن هؤلاء الأئمة هم فعلا معينين من قبل الله تعالى، أولياء عند الله هؤلاء، أم أحيانا يذهب الناس في كثير من البلاد، مثلا لا أقصد بلد معين أو إماما معين أو قبرا معينا، يذهبون إلى ناس سيئين مثلا، ناس غير صالحين، ويعتقدون أنهم هؤلاء صالحين فشافوهم ويعافوهم ويحلون مشاكلهم. فماذا يحدث في الحالة هذه؟ هل أنه هذا الولي المفترض هو يعني أصبح فعلا ولي عند الله، أو هناك سر بالموضوع؟ هل هو معين من قبل الله وكذا؟ إذا كانت الظاهرة محصورة على من نعتقد بأنهم أئمة مثلا معينين من قبل الله، كان يمكن قلنا ربما ذلك، ولكن عندما تتوسع الظاهرة إلى آلاف الناس، آلاف المقابر، ففي هذه الحالة يبدو شوية لازم احنا نراجع التفكير في هذا الموضوع، أن هذا ماذا يدل، حتى لو حدث فعلا استجابة للدعاء أو شفاء بعض الأمراض وما شابه. وهذه الظاهرة أيضا يجب أن ندرسها في الحقيقة في العالم الإسلامي، لماذا لا تنتشر في الغرب الآن؟ الناس كلهم أي مريض يروح للدكتور والدواء متوفر ويروح يعالجوا بالمستشفى، ودائما العلاجات طبيعية ومتوفرة وعادية يعني، والناس ربما حتى ما يتوجهون إلى الله تعالى في شفاء أمراضهم بالطرق الطبيعية العلاجية اللي أمر بها الله تعالى أيضا، أن المريض إذا مرض يروح يراجع للطبيب ويأخذ دواء يطيب، الله وضع الأسباب يعني. فما هو الموقف الشرعي أولا من هذه الظاهرة، ثم نتحدث سعة الظاهرة، ثم نتحدث عن يعني فعلا هل هي ظاهرة واقعية أم هي وهمية كلها أوهام في أوهام. نجي على القرآن الكريم في البداية، نشوف ماذا يعني الإسلام جاء آيات عديدة في القرآن الكريم تحث على التوجه نحو الله تعالى، توحيد الله والتوجه إلى الله، الاستغاثة به والدعاء له، طلب الشفاء منه، وال يعني حصر العملية، هاي عملية الدعاء والاستغاثة بالله تعالى في آيات عديدة في القرآن الكريم. في آية مثلا الله يقول فاتبع ملة إبراهيم، ومن أقوال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فدائما توجه نحو الله تعالى في هذه الأمور. وعندنا مثلا آيات كريمة كثيرة الآن نستعرضها خدمتكم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سورة يونس هذه، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هنا الآية تقول لنا أن كل العملية مربوطة بيد الله تعالى. آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أن يمكن موجود، يمكن قريب بلا واسطة، ما أحتاج واسطة، والله سبحانه وتعالى هو يعني يستمع إلينا وعندما يناجيه. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، آية 186 سورة البقرة. آية أخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فلا يملكون ذول الأصنام أو هم كانوا يعتقدون الآلهة مالتهم أو الملائكة مالتهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، 56 الإسراء. آية أخرى أيضا في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منها من ظهير، يعني هم مو شركاء الله حتى هم يشافوكم يعافوكم يداووكم. عندنا بعد قال تعالى والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ما راح يستجيبون لكم.
الأعراف 194، وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء. كان المشركين هكذا يقولون، الله ينتقد المشركين، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويعبد طبعا عبادة وتقرب إلى الله غير استجابة الأمراض، وكذا هاي الآية، هاي آية وضعها الأخ حيدر الوائلي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أو آية أخرى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنه بعد ما أحد ينجيهم إلا الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن إذا تدعو غير الله حتى ينقذك أو حتى يغيثك أو حتى كذا، فأنت قد أشركت بمنطق القرآن، قد أشركت بالله في هذا الإنسان، وقد يكون ذاك الإنسان موهوم أصلا لا وجود له. أو بعض الناس حتى في الشدائد، حتى في البحر قد لا يدعو الله أكثر من المشركين، يدعو ناس أشخاص وهميين حتى يغيثوا في تلك الشدائد. وقال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وذنون أذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شوف هالآيات اللي عن الأنبياء، الأنبياء ما كانوا يستغيثون بأنبياء سابقين، بقبور أنبياء سابقين مثلا. وقال تعالى وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الأنبياء 89. عندك حتى الإمام علي مثلا، هناك حديث في نهج البلاغة يقول من استعان بغير الله ذل. إذن هذا الموقف الشرعي أيضا في وصيته للإمام الحسن، الإمام أمير المؤمنين، يقول له اعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء، قال لك ادعوني وتكفل لك في الإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولن يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك. ما في واسطة عند الله، ما يحتاج واسطة، الله سبحانه وتعالى رحيم وهو خلقناه ويستجيب دعائنا. ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، هذا في نهج البلاغة جزء 3 صفحة 37 في ابن أبي الحديد. فهذا نص صريح وواضح من الإمام علي لابنه الإمام الحسن عليه السلام بقوله بأن الله لم يجعل بيننا وبينه من يحجبه عنا، حتى نروح نتوسط واحد حتى يتوسطنا إلى الله تعالى، كأنه إحنا عندنا دولة فاسدة وهذا الملك ما نقدر نوصل له إلا عن طريق الوسطاء. ولم يلجئنا إلى من يشفع لنا إليه، لا ملك ولا نبي ولا إمام ولا غير ذلك. الأخ حسن الأسدي أيضا وضع بعض الآيات، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ما يسمعوكم ترى ذولا، أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباءكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، الله سبحانه وتعالى يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سورة الشعراء 72-82. الأخ حسن أسدي شكرا وضع آية أخرى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. شوفوا آيات كثيرة بالقرآن، أصلا القرآن جاء حتى ينقذ الإنسان من الخضوع والتذلل إلى القبور والناس البشر الآخرين، وحتى إلى الملائكة، لا تدعو الملائكة، يدعو الله مباشرة. ولكننا ابتعدنا عن القرآن الكريم كمسلمين، أنا أتحدث الآن أتحدث عن الظاهرة العامة الواسعة، الانحطاط والتخلف اللي أصاب الأمة الإسلامية من الفقر والجهل وانعدام اليقين وانعدام الإيمان.
وطبعا بعض الناس